بسم الله، السلام عليكم طلاب. نشرح إن شاء الله المحاضرة السابعة من محاضرات الباثولوجي اللي هي intestinal obstruction. intestinal obstruction يعني الأمعاء ممكن بأي مكان تنسد، هي طولها عدة أمتار، فبأي مكان يصير بيه فد defect أو فد foreign body ينحشر بيه راح يسد. فمشكلتنا وين؟ مشكلتنا إنه الانسداد وين يصير؟ بأي مكان. نريد نعرف السايت ماله، وريد نعرف شلون نتعامل وياه. فنعرف من خلال انه عندنا فد مثل ما نقول فد بريفيلنس، انه الانتستينال اوبستراكشن غالبا غالبا يصير بالسمول انتستين. ليش بالسمول انتستين يصير اكثر؟ لان السمول انتستين تكون صغيره بينما اللارج انتستين تكون كبيرة، فما تنسد بسهولة. لذلك الانسداد غالبا وين يكون؟ يكون بالسمول انتستين. زين، ممكن تكون اكوت، ممكن تكون كرونيك حسب الانسداد اللي راح نشوفه وناخده. زين، عندك كلينيكال فيتشر. كلينيكال فيتشر ايش راح يجيك؟ هو عندك الانتستين مسدودة. الانتستين تكون مسدودة معناها الاكل ما راح يقدر يعبر ويروح وين؟ يروح لل مثل اللارج انتستين. اذا انسداد بالسمول هنا الانسداد، هذه لارج وهاي سمول، انسداد صار بهاي المنطقة. من يكون عندك انسداد صار بهاي المنطقة، فالفيسز والفضلات ما راح تروح وين؟ تروح للعينص على مود تخرج. بالتالي شو راح يصير عندك؟ راح يصير عندك ترجيع vomiting، لذلك راح يجينا البيشنت vomiting. هاي بالسمول انتستين. زين، شو يجينا النوب اياها؟ ممكن ممكن انه هذا الفود توكسيك ماتيريال، فشي يسوي لك؟ يسوي لك بين. زين، احنا عندنا الامعاء راح تنتفخ، تنتفخ ايش قد ما تقدر تنتفخ على ما تحتوي الكميه اللي بيها، وبالاضافه للاير اللي موجود. فراح شو تسوي؟ انتفاخ. هذا انتفاخ ابدومينال ديستنشن. كونستيبيشن بعدين. ليش يصير عندنا كونستيبيشن؟ الاكل ما جاي يطلع. ما دام الاكل ما جاي يطلع، يعني هذا الاكل ما جاي يروح بهذا الاتجاه، جاي يرجع وين؟ ورا. فبالتالي كونستيبيشن. لكن شو يكون؟ يكون ليت. ليش يكون ليت؟ لان احنا عندنا جو، عندنا خلي اشرحهم هنا، عندنا هذا هذه هذا عندنا انسداد. وين صاير؟ صار بالسمول انتستين. هاي سمول وهذا لارج، انسداد صاير بالسمول انتستين. وعندنا هذا المثال الثاني، المثال الثاني انسداد وين صاير؟ صاير هاي المنطقة باللارج انتستين. هذا لارج وهذا سمول، وهذا الحد السمول مال اي نعم. اللي راح يصير عندك كالاتي، انه اذا كان عندي الانسداد بالسمول انتستين، فالسمول انتستين ما قريبة، قريبة على الماوث، فتقوم ترجع الاكل للماوث. شو يصير عندنا؟ يصير عندنا فومتنج، لذلك ايرلي فومتنج. بعدين يصير عندي كونستيبيشن. ليش؟ لان عندنا هاي المنطقة بعد بيها اكل، بالاضافة الى انه هذا صار اكيوت. اما والنقطة الثانية انه عندنا سكريشنز موجودة بهاي المنطقة، فهاي السكريشن ما راح يصير عندنا كونستيبيشن، يعني سكريشن مثلا فلويد ديد سيلز غيرها، فيصير عندنا سكريشن فما راح يصير كونستيبيشن. لذلك كونستيبيشن يكون ليت بهاي المنطقة، يكون ليت اذا كان الانسداد وين؟ بالمنطقة الاعلى. لذلك اذا كان الانسداد بسمول انتستين او العبر، شو يكون عندي؟ يكون عندي الايرلي فوميتنج ليت كونستيبيشن. تاخذوها بالجراحه وتجيبونها مسكيوات، يعني حتى هسه جابوها اتذكر. اما اذا كان عندكم العكس، اذا كان عندكم الانسداد بالسمول انتستين ولا العفو باللارج انتستين والسمول انتستين كل شيء ما بيها، فسكريشن بعد ماكو سكريشن، ذاك كونستيبيشن ايرلي. زين، الاكل على مود يرجع للمنطقه هاي راد لوقت، يعني راد لوقت اكثر، فليت فومتنج. إذن ايرلي كونستيبيشن ليت فومتنج، هذا اذا كان انسداد باللارج انتستين. هاي خلوها ببالكم تفيدكم بعدين. هسه ايش عندنا؟ هسه عندنا يقول لك ممكن تجي ات بيرث، يعني هو من هو والد، من هو طفل، شو يصير عنده؟ يصير عنده انسداد بالانتستين كونجنيتال ديورينج انفانسي، خلال مرحله الطفوله، تشايلد هود اور ديفولت. زين، الاوبستراكشن ممكن شنو سببه؟ احنا عندنا الانتستين هاي وهاي الفتحة اللي بداخلها، شنو يخلينا انسداد؟ يقول لك يخلينا انسداد ثلاث اسباب، يا اما باللومن صار عندنا فد مشكلة، يا اما الجدار صار بيه مشكلة، يا اما خارج الجدار قام يضغط وسوى لنا مشكلة.
زين شنو يخلينا باللوم يصير عندنا مشكله؟ يقولك يا اما انه انا عندي تناول في فورم بدي فورم بدي حشر وين بالانتستين وسد لي هاي نقطه. النقطه الثانيه شنو هي؟ النقطه الثانيه انه صار عندنا تيومر باللومن وبدا التيومر ينتشر وسد لنا اياها. يا اما انه انتسبشن معناها شنو؟ معناها انه انتستين تدخل يعني جزء من الانتستين يدخل بجزء ثاني، هذا يسميه بروكسيمال لانه يعني قريب على الماوث، وهذا الديستال البعيد الماوث، دائما الديستال يكون اعرض من البروكسيمال، فجزء يدخل بجزء، هذا الجزء من دخل بالجزء الثاني راح يصير تضيق هنا ويسد لي اياها. هاي النقطة الثانية. عندنا ثاني شيء بالوول. الوول شنو ممكن يصير بيه؟ ممكن يصير بيه كرونيك انفلاميشن فايبروسيس وهيماتوما. كرونيك انفلاميشن شو يسوي؟ ستركتشر. فايبروسيس هو ناتج من ستركتشر. شنو النوع؟ هيماتوما. هيماتوما معناها انه فد مثل ما نقول فد اكيوميشن اوف بلاد صاير، هذا اكيوميشن اوف بلاد شوفوا شو هو ساد لي مبينه ساد للانتستين. زين اكسترا ميورال، اكسترا ميورال يعني خارج الجدار. شنو خارج الجدار الانتستين ممكن يسد لي؟ هيرنيا اللي راح يصير عندي. هاي الابدومينال ماسلز، هاي الابدومينال ماسلز وجت من واجتنا الهيرنيا الانتستين طلعت من هاي المنطقه، فعضلات تسوي كونتراكشن راح تضغط على هاي المنطقه تضغط على هاي المنطقه وبالتالي راح تسد لي الانتستين تسوي لي انسداد بيها. هذا الانسداد شنو هو؟ بسبب الهيرني. ادهيجن معناها جزء من الانتستين يتشلب بجزء ثاني ويسحب عليه، من يسحب عليه راح يطعجه، ومن يطعجه راح يسده. فولفلس ملتويه الانتستين على بعضها وراح يسدني هاي مبينه. تيومرز عند انفاكشن اكاونت، قد ممكن يكون عندنا تيومر انفاكشن قد ممكن يسبب لنا انتستانال اوبستراكشن؟ يقول لك 10-15% اوف سمال باور اوبستراكشن. اما الهيرنيا والادهيجن وانترسبشن والفالفلس احفظوهم حفظ يسوون 80% من الكيسز. كلاسيفيكيشن اوف باور اوبستراكشن شنو عندك؟ عندك يا اما فد ميكانيكال يعني فد شيء اناتوميكال سد لي اياه، يا اما فد شيء اناتوميكال سد لي اياه. شنو الشيء اللي اناتوميكال سد لي اياه؟ اي شيء عندي مثلا ستركتشر تضيق، اتريزيا انه جزء ما متكون، هاي جزء ما متكون ما مترابط ويا اخر. نون كنلايزيشن يكون كومبليت ابستراكشن. بانز طبعا هذا يكون بالانفانتي اكثر شيء، هو كونجينيتال. امبرفوريت اي نص يكون ما مفتوح، ما دام مفتوح شوك تجيك كبير لو صغير، لا من هو صغير. ميكونيوم من سيستك، هذا الميكونيوم اللي هو خروج مع الطفل سيستك فايبروسيس. زين الانفانت ايش راح تلقى من الانفانت؟ راح تلقى ممكن عندهم هيرنيا تكون اندايركت انجوانال هيرنيا، ويكون عندهم انتسبشن معناها شنو؟ معناها جزء دخل بجزء. زين ليش جزء يدخل بجزء هذول الاطفال؟ ليش قلناها عند الانفانت؟ يعني عند الانفانت ايش يصير عندهم؟ يصير عندهم انفكشن، جي اي تي انفكشن. هاي جي اي تي انفكشن راح يسوي انفلاميشن، يسوي لنا سيفير او العفو فيري فاست بيرستاسز. هاي البيرستاسز تكون سريعه فش تسوي؟ تخلي انتستن جزء يدخل بجزء، وايضا تسبب لنا بالاليوم خصوصا عندنا البيرز باتش اذا تذكروا اخذناها بالهستولوجي. هاي البيرز باتش تسوي؟ تسوي لنا مشكله بها انفلاميشن وبالتالي راح تسد لنا اياها. زين عندي بالادلت هيرنيا، ادهيجن، تيومر، انفلاماتوري ستركتشر، ابستراكتيف جولستون. هاي الابستراكتيف جولستون معناها انه حصوه تطلع من الجول بلادر تروح وين؟ تروح بالكمن بايل داكت بعدين تدخل للانتستين وتسد لي عادي. في كوليتيز يعني ماس الكومباكت ماس بالفيسس، الفيسس تكون فيري هارد فتسد لي فورين بادي مارفلس. عندك الفنكشر لا، هنا ماكو فد شيء ساد لي اياها، ماكو فد شيء يعني الاحظ بها كل شيء ماكو ساد لي اياها. يعني شنو السبب اللي خلاها تنسد؟ يقول لك يا اما بارالايتك الغص، يا اما بول انفارشن، يا اما مايوباثيس نيوروباثيس. مايوباثيس العضلات ما تشتغل، نيوروباثيس نيورون تعبانه. مثل ايش؟ مثل هيرش بيرنج سندروم اخذناها. زين عندك البارالايتك الياس، البارالايتك الياس هذا يحبون اهل الجراحه وحتى يعني كان وايد يجيبونها السيل. فهذا البارالايتك الياس شنو يصير عندنا؟ انه بارستاسيس ماكو بالانتستين. هي الانتستين شلون تدفع الفود والفيسس؟ تدفع عن طريق البارستاسيس، قلنا انه يندفع عن طريق البارستاسيس. ماكو بارستاسيس لان الفود ما يندفع، يحشر يصير بيه كونستيبيشن ويصير بيه اوبستراكشن.
ايش راح يقول لك؟ يقول لك stagnant intestinal contents يعني محشورة intestinal contents ما تقدر تتحرك بسبب شنو؟ بسبب الباراستاسيس، lack of باراستاسيس. شنو سبب هالباراستاسيس؟ احنا عندنا العضلات عم تتحرك لازم يدخل بها كالسيوم، سوى contraction، كالسيوم ما يدخل لها ما راح يصير بها contraction. اذا شنو الكترولات disturbance؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية انه لا، اذا تريد تدخل، اذا تريد تتحرك لازم بها فد نيورون، هاي نيورون تحركها، نيورون ماكو، نيورون انجري، كهرباء ماكو. ريفلكس اتوني سكندري تو بريتونايتس اور ابدومينال سيرجري، بالابدومينال سيرجري راح تخدر مثل ما نقول تخدر الانتستين، فما راح تشتغل الا بعد 3 ساعات ل 4 ساعات. لذلك احنا جماعه الجراحه والنسائيه بالهستير نسال شو كت صار عندهم ماسف ليتس، عامل نشوف الانتستين تحركت لو لا، حتى نشوفه يقدر ياكل لو لا. زين هسه شنو عندي ورا هذا الادهيجن؟ شوفوا شلون جزء مرتبط بجزء، هذا الانتستين شوفوا شلون محشوره، هذا البطن، هذا الفالفولس ملتويه انتسبشن جزء داخل الجزء يحشر. هسه عندك الهيرني، هيرني مثل ما قلت لكم انه الويكنس وين صاير؟ صاير بالوول، الوول صاير بي ويكنس او يسمونه البرتونيال وول. فش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا اول شيء هذا البرتونيال اللي يحيط لي بيمن، يحيط لي بال يحيط لي بالهيرنيا، هيرنيا الساك. وشنو بداخله؟ بداخله الجزء من مثل ما نقول من الغشاء اللي يغطي لي الانتستين، شنو نسميه؟ نسميه سيروزا. اذا راح القى من انا اشوف الطبقات، راح القى اول شيء هذا الجزء اللي شو سميته اني؟ سميته هيرنيا الساك. شنو يتكون؟ يتكون برتونيوم، ويا البرتونيوم شنو هو؟ سيروزا. زين داخل السيروزا شنو موجود؟ موجود الانتستين. زين هاي الانتستين شنو تحيط بيها؟ تحيط بيها بلاد فيزلز وفينز. اذا صار وانحشرت هذه يعني منا ومنا انحشرت وانحشرت وياها من هو الفينز، الفينز راح ايش يصير بيها؟ يصير بيها اديمه، وهذا هم راح يصير بيها اديمه، فراح تكون انترابنج، ما اقدر اطلعها، ما اقدر ارجعها. شو اسميها؟ اسميها انكارسريشن. اما اذا كان عندي بلاد سبلاي الارتري هم ما تنسد، فراح تختنق، هاي اختنقت، من تختنق من كل شيء يصير لها انفاركشن تموت. فشو اسميها؟ اسميها سترانجوليتد. اذا شرحناها كلها. طبعا عندك السايت انجوينال هيرنيا، فيمورال هيرنيا، امبلايكس وسيرجيكال. الادل شيء يكون بهم، يكون بهم دايركت انجوينال هيرنيا. سيرجيكال سكار، سكار يكون ضعيف يعني فايبروسيس، فيكون ضعيف، فضعيف يعني بسرعه ينفتح الحاله. فشنو عندك؟ عندك ممكن انه الفيزرا هي بروترود بيكم ترابيد اد موست لوين انجوينال هيرنياز، شرحناهم. بارشل اور كومبليت اوبستراكشن ممكن يصير انسداد يعني تنضغط بسبب العضلات، وهاي انكاسريشن وهاي سترانجوليشن. زين عندك الانتستينال ادهيجن، الانتستينال ادهيجن يعني سويت الواحد عمليه جراحيه، من سويت العمليه الجراحيه بعدين مو راح يصير به هيلينج، الهيلينج راح تبدا الانسجه واحد يرتبط بالاخر، واحد يعني بالجلد مثلا واحد يرتبط بالاخر. انا ورا كملت العمليه راح يصير عندي مثلا انا ضربت في الانتستين بس ما شفتها يعني هيك غير بحير خفيفه، ايش راح تقوم؟ راح تقوم تسوي هيلينج فايبروسيس وكذا. فهاي الفايبروسيس ممكن شو تسوي؟ ممكن تروح تربطها بالفايبروسيس الاخرى، يعني خلايا تكون اوفر جروث بالفايبروسيس. فمن ارتبطت هاي بهاي راح تبدي تسحبها، من تسحبها راح تنطعج انتستين، يصير بيها ابستراكشن. تمام؟ فيقول لك ديو تو لوكلايزد اور جنرايزد بيريتونايتس سكندري تو شنو؟ سيرجيكال بروسيجر. ممكن انفكشن سوت انفلاميشن سببت عندنا هاي الحاله، فهي بيريتونايتس يعني الانفلاميشن من البيريتونيوم. هذا الانفلاميشن من البيريتونيوم ايش سوى؟ سوى تحفيز للهيلينج والفايبروسيس، فصارت عندنا هاي انتوماتريوسيس، بطانه الرحم المهاجره. هاي بطانه الرحم المهاجره كل شهر يصير بيها بليدنج، ليش؟ لان هي ويلمان سترول سايكل، فهاي مشكله كبيره. زين عندك ريرلي ديو تو كونجنيتال فايبرس بانز، يعني بسبب فايبرس بعد هي من الكونجنيتال موجوده رابطتها. طبعا ما ريزولت ان انتستينال ابستراكشن، ممكن يصير الاوعيه الدمويه البنات تختنق، يصير لها انكارسريشن ويصير سترانجوليشن. فهو عباره عن جلد جسر نسميه فايبرس بريدج، which develop between bowel segment creating closed loops through which viscera maybe slide become trapped، نسميها internal hernia. اذا اذا اقول لك شنو internal hernia، اقول تقول لي انه جزء من الانتستين داخل بالجسر الاخر،
زين هسه عندك الانترسبشن. انترسبشن معناها تداخل صار بيناتهم. التداخل اللي صار بيناتهم هو تكون لوس كمان بالادلت، لكن اكثر شيوعا وين بالاطفال. فبسبب شنو يصير؟ بسبب جي اي تي انفكشن سوت برستاسس حيل عالي. هالبرستاسس حيل عالي على ما تتخلص من الانفكشن ودياريا سبب، فراح يدخل جزء من تستم بجزء الاخر، بالاضافه ان البيرز باتش تكون ملتهبه اللي صار باليوم. طبعا يسموها تلسكوبد، يعني تلسكوب اذا شايفين المركب ماله جزء داخل الجزء، فيسمون تلسكوبد انتو immediately distal segment، يعني البروكسيمال يدخل بالديستال وليس الديستال يدخل بالبروكسيمال. لا، الديستال اللي هو الكولون يكون كبير، البروكسيمال اللي هو انتستي يكون يعني مثل ما نقول صغيره. انت سسبتم وانت سسبيانت. اللي يستلم هو هذا اللي يستلم. شو سميته انا؟ سميته انت سسبيانت، يستلم باول سيجمنت ويتش انفولفد. اما انت سسبتم لا، هو اللي داخل جوا انترابت باول سيجمنت. طبعا يصير بالانفانت قلنا اللي يصير عندهم جي اي تي انفكشن، بالادالت يصير عندنا ممكن تيومر يصير وين؟ يصير بالمنطقه هاي. تيومر صار بهاي المنطقة، يبدأ يسحبها باتجاهها، راح يصير عندنا، انترالومينال تيومر ما يأكت أز بوينت أوف تراكشن، يسحب. ريزولت راح يصير عندنا تستنى لابس تراكشن، لأن يعني جزء صغير جزء كبير فيختنق وينسد. ممكن إنه لو عدة موية تغذي هالمنطقة وهالمنطقة تنطعج، فما عاد ماكو عدة موية، فيصير عندنا انتستنى لابس تراكشن ديو تو ترابينج أوف مازنتريك بلاد فيسلز. ترابينج يعني تنحصر. شوفوا لي هنا تنحصر بعد ما تنحشر بعد ما يوصل دم. الفالف راس اللي هي ملتوية مع بعض حول نفسها يكون هم عن كمان نفس الفوقة اكارينج يصير بكل الايدز وين انتستينال سيجمنت بيكام لونجر ذا ميزنتري نرو. شنو معناها؟ معناها انه احنا عندنا من يغذي الانتستين؟ يغذيها البلاد فيسلز اللي هي الميزنتري. اذا كانت الميزنتري مثلا ما واصله لكل المنطقه، ما واصله بس هاي المنطقه هيك، فجبتي شو تسوي؟ تبدي تسحب هاي المنطقة باتجاهها، تسحبها فراح تلتوي مع حول نفسها. من تلتوي يسمينا هاي المشكلة. إذا تكون الانتستن طويلة بينما شنو؟ بينما المزنتري قصيرة. زين يكون عندك كومبليت توستينج باللوب، يعني ملتوي حول نفسه. باول اباوت ات از ميزنتريك بيس اوف اتاتشمنت، يعني يلتوي حول نفسه على مود يقدر يغذي نفسه. كل ما كان لونجر كل ما يكون طويل، كل ما يكون الالتواء اكثر. زين موستلي وين يصير بالسمول انتستين. ليش سمول انتستين؟ ليش سمول انتستين تكون رفيعه وتكون طويله، فممكن ممكن يصير بيها. ايضا ممكن باللارج انتستين يصير بالسيجمويد والسيكم، لان دول السيجمويد والسيكم يتحركون اكثر، فما دام يتحركون مو ثابتين يقدر يلتوون بسهوله. ممكن يصير بالأوفري، الأوفري يلتوي بيبي انفولفد، يعني وياهم يلون وياهم، هذول يلون الأوفر وياهم. كونستركشن أوف فينس أوت فلو، يضغط على الفينس أوت فلو بعد ما انحشرت فضغطت على الفينس أوت فلو حتى على الأرتيريال سبلاي. تستنل أبستركشن أند فاكشن نفس الفوقاعة. طبعا ممكن يصير بسبب الكولون مال روتيشن وبريتونيال باندز. هسه عندنا سمول لارج انتستين تيومر. عندنا الكولونيك تيومر هم راح نبلش بين بالبناين اللي تكون اقل خطوره، وبعدين نروح على المالجنت. طبعا كولونيك تيومر تكون اكثر من سمول انتستين تيومر، يعني اللارج انتستين تيومرز اكثر من سمول انتستين تيومرز. طبعا تصير بكل باي لاير من الميوكوز السب ميوكوز والمسكلارس والستيروز كيفهم. موس ار ممكن شو تكون ابيثيليال. موس ار ابيثيليال ارجي. ليش ابيثيليال؟ لان احنا قلنا من يتعرض اكثر شيء للسترس والمشاكل وغيرها هي الميوكوزا. الميوكوزا شو تكون ابيثيليام نفس ما اخذناها، فاكثر شيء يتعرض هو الميوكوزا، تتعرض لهاي المشاكل. طبعا ذا ميجر شو تكون بناين. هاوفر كولونيك كانسر ار ميجر كوز اوف موربيديتي اند مورتاليتي، لكن اغلبهم شو يكونون بناين، بناين سهلة. لكن الكولونيك كانسر تكون حيل خطيره، ممكن تؤدي الى الديث، موربيديتي اند مورتاليتي. كلينيكال بريزنتيشن راح يجي ممكن اسيمتوماتيك، ممكن انسيدنتال فايندينج، ممكن راح تلقى بلاد بير ركتم وانيميا. ليش بلاد بير ركتم؟ يعني تيومر بي بلاد هواي فيكم
يقوم يطلع ينزف. ممكن يصير إذا باليومين قلنا يسوي لنا انسداد باليومين بعض الأبستراكشن. هذا التيومر. انتستينال تيومرز، انتستينال تيومر ممكن تكون بنائي ممكن تكون مالجنت. البنائي اللي هي مال الستروما، هايبر بلاستيك ادينوماتوس بوليب، عندك اللايبوما. المالجنت هي ممكن تكون ادينوكارسينوما، كارسينويد تيومر، واللنفوما والساركوما. عندك هسه الكارسينويد تيومر. الكارسينويد تيومر اللي هي لو جريد مالجنت تيومر، مو حيل خطيره. هاش تكون نيورو اندوكراين سيل، من خلايا نسميها نيورو اندوكراين سيلز. طبعا وايدلي ديستريبيوتد سيل او ابيثيليال ستيم سيل اوريجين كابل فور برودوسينج فاريتي اوف بايو اكتيف كومباوند. اذا نيورو اندوكراين سيل او كارسينويد تيومر شنو معناها؟ معناها انه تفرز لي فد مكونات معينه. هاي المكونات المعينه تكون بايو اكتيف كومباوند. طبعا ممكن تفرز مالتيبل كومباوندز، ممكن تفرز لي كوزنج كلينيكال سيندروم، هاي كلينيكال سيندروم تشيز جاسترونوما انسولينوما، يعني هي تفرز هرمونات ممكن. فهاي الهرمونات يعني تسبب لنا مشاكل، يعني زياده بالهرمون مثل الجاسترين يسبب لنا اتسيال عالي، يعني اي شيء ممكن النيوروندوكراين سيل تفرزه عادي. طبعا تيومر ممكن ارايز وين يصير بالجايتي وتصير باللانج والبليرتري والبنكرياس. اذا المكونات اللي تصير بهم هم الجايتي واللانج والبليرتري والبنكرياس. احفظوهم، اول شيء لانج لان صار بلعلة ورا اللانج نتذكر المعدة، يعني جايتي ورا الجايتي نتذكر البليرتري، ورا البليرتري راح نتذكر البنكرياس. طبعا ريبريزنت ايش قد تشكل 50% of small intestinal تيومر و 2% من الكولونك تيومر. تصير بكل الايجات، يعني ايج تكون انسيدنس بيك انسيدنس بالسكس، يعني بالستينات. كارسينويد ار ويل ديفرنشيتد تيومر ذات ار بوتنشالي مالجنانت تيومر اد ميتا ستايز، يعني تشوف انه تقدر تنتشر، يعني عادي تنتشر بالدم. زين هسه عندك كلينيكال فيتشرز. كلينيكال فيتشرز راح تكون السايت، وين تكون؟ مثلا بالابندكس. هاي بالابندكس تكون اكثر من سمول انتستين، وبعدها تكون سمول انتستين اكثر من الركتم، والركتم والكولون اكثر من الستومك. اذا اكثر مكان يصير به هي الابندكس. حتى اذا اجيب لكم صوره غالبا يجيبون صوره من الابندكس. طبعا most are asymptomatic، ما بيها symptoms particular. الابندكس يعني الابندكس صغيرة، فإذا صار فيها تيومر ماكو فد سبتم حيل قوية. ممكن شي السبب، ممكن سبب angulation، ممكن سبب obstruction، ممكن سبب obstruction لsmall intestine، لأن راح تبدي تكبر فتسدها تيومر فيسدها. ممكن تفرز فد products مثل ايش؟ ممكن تفرز بالزولنجر إلسون سيندروم. مش تفرز هذا جاسترين، والجاسترين يسبب زيادة بالأتسيال ويسبب لنا مشاكل. الكوشينج سيندروم أيضا هم يسبب لنا زيادة بالهرمونات، هايبر إنسولينيزم يعني زيادة بالإنسولين. كارسينويد سيندروم يقول لك 1% of patient 20% of those with white spread metastasis due to serotonin secretion. تفرز السيروتونين وتفرز وياها الفازوموتور ستيربنس، وايضا ايش تفرز تسوي انتستينال هايبر موتيلتي، وتسوي لنا هيباتوميجالي اند سيستميك فايبروسيس. طبعا المشاكل اللي راح تسببهم هو تفرز لنا السيروتونين. السيروتونين شو يسوي؟ يسوي فازوموتور ستيربنس، يسبب انتستينال هايبر موتيلتي، يسبب هيماتوميجالي، ويسبب سيستميك فايبروسيس. يقول لك كلينيكال بيكتشر راح تلقى دياريا، تلقى فيشل فلاشينج، برونكوس بازم بسبب سيروتونين. تلقى انه شلون الشخص باليورين تيست؟ يقول لك باليورين تيست الشخص عن طريق هذا المركب اللي راح يطلع يورينري هيدروكسي اندولو اسيتيك اسيد ماي بي اليفيتد. هذا منين جاينا؟ جاي من السيروتونين ميتابولايت. احنا مو يتكسر السيروتونين فينطين هذا المركب. هسه عندك الباثولوجي اوف كارسينويد تيومرز.
القروش راح تشوف فيجوال سمول تيومرز ريلي اكبر من 3 سنتيمتر فورمينج ان انترا ميورال اور سب ميوكوزال يلو تان فيرم اليفيشن اور بوليبويد ليجن. تكون سمول تيومرز صغيره لان كارسينويد من اسمها مصغر، تكون اكثر شيء ريرلي اكثر من 3 سنتيمتر، تكون بالانتراميورال يعني داخل الجدار يعني داخل اللومن، سب ميوكوزال يعني جوه الميوكوزا، ممكن يلو تان تكون يلو لونها اصفر، فيرم اليفيشن ممكن تكون اليفيشن اور بوليبويد، ممكن تكون بوليب ممكن تكون اليفيتد شويه. هسه عندك الهيستولوجي ايش راح اشوف؟ شوف مونومورفاس بوبوليشن اوف سيل وذ سكان جرانيولا سيتوبلازم، يعني خلايا من نفس الشكل هاي اول شيء، ثاني شيء بها جرانيول، ليش بها جرانيول؟ لان تفرز غدد افرازيه فبها جرانيول عمود تطلع افرازات مالتها، والنيوكليات تكون رامندد. نيوبلاستيك سيل اذا كانت نيوبليزيا تكون بشكل ايلاند وتكون نيست سترانز اور جلاند، يعني ممكن تكون ايلاند ممكن تكون نيس ممكن تكون ستران ممكن تكون على شكل جلاند. انتاكت اور السرايتد اوفر لانج ميوكوزا، ممكن الميوكوزا اللي تغطيها ممكن تكون انتاكت اور بها السريشن. طبعا ممكن شي تكون ممكن تكون مال ميبي مالتي سنتريك، يعني بالستومك العليه موجوده عادي وتكون هواي لها سنترز يعني مو بس مكان واحد صايره. فشنو سبب هاي المنتل سنتريك؟ يعني قلنا انه ممكن يصير بيه ميتاستاسيس، فالميتاستاسيس بمعنى تنتشر فتكون مالتي سنتريك. طبعا ممكن تكون لوكالايزد اور هاف لوكال سبريد، ممكن تنتشر لوكال سبريد يعني نفس العضو نفس ما قلنا مالتي سنتريك، ممكن لا تنتشر لاجزاء بعيده، ممكن الليف نود ممكن الليفر وغيرها بارتكولر الليفر، حفظوا هاي الكلمة انه اكثر شيء تروح للليفر. هاي الكارسينويد سيندروم هي هذه والراوند نيوكاس اللي بيها كلينيكال بيهيفير او كارسينويد سيندروم تكون ممكن تكون difficult to predict from histologic feature، ما اقدر من خلال الهيستولوجي اقدر اعرفها بسهولة. بيهيفير but generally depend on two، يقول لك السايز اكثر من 2 سنتيمتر and those invading نص الوال تكنس، يعني احنا قلنا تكون بالميورال بالجدار نفسه، تكون بالانتراميورال بالجدار نفسه فتكون 2 سنتيمتر او لابندكولار اندركتر كارسينود almost never metastasize، دول ما ينتشرون ابدا يعني غالبا ما ينتشرون almost ماكو انتشار، لكن استومك وليليوم اكثر انتشارا يعني لهم قابليه على الانتشار. 5 اير سيرفايفر هو بما انه يفرز لي هرمونات ما ياثر هواي فيقول لك اكسلنت 90% يعيشون 5 سنوات. 5 اير سيرفايفر فور سمول انتستاينال تيومر وذ ليفر ميتاستاسيس 50% اذا كان الليفر همتين صاير بيه. وايد سبريد ديزيز يوجوالي كاوزز ديث، اذا كان منتشر بكل الجسم ممكن يسبب ديث. لوكالي انفيزيف بات دو نوت ميتاستاسايز ان موست انستانت اونلي لارجر 2 سنتي، يعني تكون ممكن بس فقط بالمنطقة القريبة عليها صار بها انفيجن. هسه عندك سمول انتستاينال ادينوكارسينوما او قلنا هذا يكون رير، يكون بيا مكان يكون بالديدونيوم انكلودينج امبولا او فاتر، يصير بالامبولا او فاتر. زين اللي راح يصير عندنا هنا بهاي الحالة انه بالامبولا او فاتر، فهي الامبولا او فاتر شنو وظيفتها؟ وظيفتها انها تفتح عمود البلياري تراكت، البلياري تراكت ما راح ينفتح بالتالي راح يصير عندنا جوندس وغيرها فتكون اسوشيتد جوندس. راح تكون بوليبويد فانجيتيك تيومر، تيومر تكون بسبب بوليب وهذا البوليب فانجاي تيومر. جروينج ان ذا ان نابكين رينج سيركلينج باترين، يعني بشكل نابكين رينج موجود. يكون ايرلي اون تيومر از اسيمبتوماتيك، في البدايه اسيمبتوماتيك سايز ممكن تكون عبر تكون عبير ليت وان تيومر يكون صار كبير ويكون يثقب الباول بنتريتد باول وول انتو ميزنتري او ذا باول سيجمنت اور لنف اور سبرين تو لنف نود، ممكن حتى يضرب اللنف نود عادي، ممكن ينتقل للليفر اور
مور وايدلي. زين ليش الليفر؟ هنا هم قلنا الليفر وهناك هم قلنا الليفر بالكارسيويد سيدروم، لان احنا قلنا الاوعيه الدمويه الفين وين تودي؟ تودي للبورتال فين، والبورتال فين وين يودي؟ للليفر. الفين ما تجي اي تي كلها تستلم تودي للبورتال فين، والبورتال فين يودي للليفر. سيمبتومز اوف ابدومينال اوبستراكشن بين نوزيا بومتينج اند ويت لوس. يقول لك 5 اير سيرفايفر وذ وايد واكسجين نسوي لها يعني زينه 70%، نسوي لها سيرجيكال انسجن لكن نوت توتال. هذه